جمعة مباركة والحمد لله على هذه النعمة هذه أننا تمكننا من تأدية هذه الصلاة هذه مدة ونحن محبوسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله، على الشعب المغربي وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن شاء الله، والله يحفظ الجميع إن شاء الله. لا الحمد لله النظام في المسجد أنتم ستشوفوا يعني الحمد لله الناس يحترموا يعني الإجراءات اللي يعني الإجراءات يحترموا الإجراءات كاين التباعد الاجتماعي تي هذا دي الدين الحمد لله تيديروا داك البرودوي تعقيم الحمد لله يعني الامور مزيانه الحمد لله. نتمنى نبقى على هاد النهج ان شاء الله. نشكر الله سبحانه وتعالى اللي فتح لنا هذا الباب ديال الجمعه، غنبدا نصليو الجمعه في الجامع ان شاء الله، والصلوات تكون من خمسه باذن الله، وهذا من فضل الله، وكنطلب الله يفزع علينا هذا الله هذا الوباء، ومد الله الناس يهدينا طريق الخير ونسمعوا كلام الناس المسؤولين ديالنا وسيدي ربي وما يكون خير ان شاء الله. الحمد لله مي تحلوا لنا الجوامع، الحمد لله اللهم لك الحمد، كنا مزيرين الحمد لله مي كانوا سادين علينا الجوامع وداك الشيء راه ماشي ساهله شحال وحنا سدود علينا الجامع، والحمد لله تحلوا الجوامع وطلبوا الله يكون الخير ويزالينا ربي هذا الوباء.